السلام عليكم جوا. المهم الخوت الفيديو كتبان لوح البارح لكن ما كتبش. المهم الخوت الصحافه العالميه وتحليل ديالها على اداء حكيم زياش وشنو طرا ليه في الماتش ديال فولهام. نقول لكم الخوت شنو قالت في فيديو مختصر وجميل. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر. كما عارفين كان قدم شوط اول جيد لكن شوط ثاني نقص الاداء ديالو تحت مدرب توخيل اللي كاع ما كيلعبوا في المكان ديالو. بحيث كما عارفين تعليقات الجماهير راح تكون البارحه وايضا لوبوف دافعوا على حكيم زياش وقالوا باللي المدرب توخيل ما كيعتمدش عليه في المكان ديالو وهذا راه معقول هذا بصح. المهم الخوت نعطيكم شنو قالوا الصحافه العالميه وبالطبع وبالتحديد موقع فوتبول لندن الملخص والتحليل شنو قدم حكيم زياش على الاداء ديالو ضد فولهام. المهم بداو شنو قالوا. حكيم زياش يفقد اعصابه كانت هنالك عده لحظات تقريبا لتشيلسي في الفتره الافتتاحيه يعني مع بدايه الشوط الاول للبلوز سواء من خلال التمرير الانيق للاعب حكيم زياش او من خلال استعداد الكره يعني الاداء ديالو الدفاعي. وصل الى مواقع جيده في المركز الثالث الدفاعي لفولهام يعني حدا مربع العمليات في عده مناسبات ومرر عده كرات اخيره لكنها كانت ضعيفه لانهاء الهجوم. كان حكيم زياش مذنبا في ذلك وكذلك نجوم تشيلسي المهاجمين الاخرين لكن في احدى المرات عندما حصل النجم المغربي على تمريره صحيحه ضيعها من فيرنر يعني هذه الكره اللي فقد سببها الثقه. هذه الكره الخوت اللي شفتوها كاملين بحيث انه امام مرمى الحارس اريولا زقلها وعطى لي في اليد ديالو. وقالوا ايضا ان كان تيمو فيرنر مذنبا ايضا بضيع فرصه اللي عطى لي زياش يعني بحال قلت رد الصرف ليه ورجع لي الكره عطى لي لكن فيرنر تا هو كان زقلها. لكن فيرنر الشوط الثاني قدم مباراه كبيره وهذا الشيء باش فات زياش اللي قدم شوط اول جيد لكن الشوط الثاني او الشوط الثاني نقص الاداء ديالو بفعل صيام وبفعل ما كلعبش المكان ديالو. هاتي اللي قالت الصحافه قالت بلي حكيم زياش كيف قد الصواب ديالو والاعصاب ديالو في المباراه ديال فولها. نتمنى عليكم هذا الفيديو خفيف ظريف ونتشوفوا ان شاء الله في مباراه ديال الاربعاء ريال مدريد. نتمنى حكيم زياش يقدم مباراه كبيره ولعب اساسي ولا لعب احتياطي. نتمنى يعطي الحلول في مباراه تكون صعبه للنصف النهائي ونتمنى تشيلسي يفوز وينتقل نهائي ديال الشامبيونز ليغ ويكون موسم خرافي وتاريخي ديال حكيم زياش على الرغم انه ما كيلعبش على اعلى مستوى للاسف ما كيلعبش اساسي دائما. هادشي اللي كاين. نتمنى عجبكم بران كان معكم اخضركم مروان تهلاو لي فراسكم.